وفي اليوم الآخر الله يحكم بين هذه الفرق وبين هذه الملل والناس، إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة، يبين لهم ربنا سبحانه وتعالى وجه الحق الذي هم إما من جهة الهوى لم يصلوا إليه، أو من جهة يعني علموا الحق ولم يتبعوه، أو من جهة أنهم أهملوا الحق أصلا. أما أهل الإيمان الذين غلبوا الهوى واتبعوا العقل واتبعوا الشرع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قطع العقل بأن النبي صادق اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهملوا البحث عن الحق كسلمان الفارسي رضي الله عنه، هؤلاء الناس اليوم في فرح. أما الذي كان يستهزئ بالمسلمين بأهل الإيمان وإذا مروا بهم يتغامزون، ماذا تكون النهاية؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك،